شو انا عندي برضه ظروف وعندي ضغط وعندي لعبه دوليه وعندي غيابات وعندي اصابات، ما انا برضه معلش انا مش بكامل قوتي. يعني اما ابقى اجي اقيم نفسي مع الناس اللي انا بديها برضه تقييمات اللي هي لها اعذار، يعني لو حضرتك تتفق معايا. هل الاصابات مش نتيجه تحملات ماتشات ورا بعض، ولا نتيجه ان اللعيبه يعني لا ما نتيجه ان هناك اخطاء في التشكيل والاصرار على ان انا مثلا بلعب ايمن اشرف ثلاث ماتشات ورا بعض والنادي الاهلي مش هيتاثر ومنتخب مصر هيتاثر؟ يعني النهارده لا قدر الله لو ايمن اشرف جزء، بيقولوا جزء في الرباط الداخلي، ده مش هياثر في النهائي؟ ما انا بلعب طبعا مش بلعبتي الاساسيه برضو يعني. طب مين الاصابه دي جات له ازاي؟ حضرتك بتتكلم على التدريبات يعني ولا ايه؟ على ان انا ما بريحتوش، يعني كان ممكن جدا ان انا وبلعبه في غير مركزه، فانا الحاجات دي هتاثر على منتخب مصر في الماتشات المهمه اللي جايه في امم افريقيا وفي كاس عالم، وهياثر على النادي الاهلي في البطولات اللي هو داخل فيها برضه. في عندك سوبر وعندك ماتشات مهمه جدا، وعندك كاس عالم انديه اكيد. حجازي نفس القصه، شد في الخلفيه، عمرك شفت حجازي ما انا كان عندي تقريبا سبع غيابات. الاصابات دي انا الاصابات دي نتيجه ان اللعيب بيسهر او مثلا ماشي غلط، ولا نتيجه احمال غلط، نتيجة الماتشات كتيرة غلط؟